ياك عزيز اللي يسكت، ماشي نتوما اللي تسكتوا. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات اللي غادي نحتاجو فيها. عندي هنا دجاجة، عندي دجاجة تقريبا فيها 1 2 كيلو، غسلتها مزيان بالماء والملحة وسكنجبير، وغسلتها كذلك بشوية ديال الخل باش وخليت لها شوية ديال الجلدة، شوية حيدتهم بحال هنا، وقسمتها على 4 كيف كتشوفوا معايا. كذلك هادو غادي نديرهم معاها، هنا قسمتها على 4، ممكن تقسموها طريفات صغار الا بغيتوها دغيا طيب ليكم. يا ويلي مالا ولات الفحال، حيت الفحال كيقول لك الفحال قسم على 4 ماما جات، ماما جات، ماما جات. بسلام عليكم، بسلام. صافي ما نقدمش لكم هاد الوصفات المره اخرى. هات دابا غندير الزيت باش نبدا معاك. خليني نقول المكونات وغادي نحتاج حامض مصيره حجم كبير كيف كتشوفوا معايا. عندي معلقه صغيره ديال السمن، ماما هاد السمن حار ياك بزاف، سمن حار فيه الريحه بزاف، هذاك الشيء اللي درت معلقه صغيره. نتوما الا كان عندكم ماشي حار بزاف كديروا معلقه كبيره، انا نوريكم بلاتي نكمل معكم ونوريكم ماما. هنا عندي خليط ما بين زيت الزيتون والزيت العادي نص كاس، ياكي عقلي معايا. عندي جوج طماط صغيورين ديال الزعفران، وزدت عليهم واحد شويه ديال الزعفران لقيتو عند ماما هنايا، ورطبتهم في الماء سخون يعني كاس ديال الماء. الزعفران، الزعفران شعرة هذاك الشويه اللي كان عندك في ديك القرعه درتو. هنا شويه ديال الكمون، عندي واحد معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الكمون هذا ولا بقى كاي. وعندي هنا واحد سميتها شي يقولوا لها كره ديال الثومه كيف كتشوفوا. سمحوا لينا الصداع في الزنقه، لا حنا غير شعبيين. وشويه ديال الملحه، وإلا كان عندكم شويه القزبر يابس هو ممكن ديروه، انا متوفرش. ماما مشات تجيب الكمون ما بقاش. لا مش ما بقاش، خصني نبقشش عليه. المهم انا قالت لي ماما قولي لهم الكمون راه مشات تبقشش، انا لا راه كاين واحد الشويه راه قلت لهم الكمون. وهي ماما جالسه. هاي السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم، شخباركم كمكم نسكم انتم شو هاد السيده هادي هادي هادي. شغا نقول لكم الله يرزقني واش هذاك مع المكونات هذاك؟ هذا مع المكون ديالي. هذا المكون ديالي ها هو طبيعة الحال، هذا بدوني بدون هذا ما من ردش المشاش، هذا ما كنشربو صافي كيطلع لي تطرش على المشاش، كيطلع لي المورا حيت هذه هذيك كتسطيني داك الشيء. علاش عروسه؟ ما كنهضرش اسميت عروسه، ما كنهضرش انا ضريفه ولا قروسه. شتي نبداو دارت لها سميه زوينه. نبداو داي صافي، انا خديت دابا بعدا الاذن، غادي نبداو دابا نبداو نحضروا الوصفه ديالنا. تعرفين نكلخ هما سمعوا يلاه فرتي خليه ولا مسحو خليه خليه انا عندي هادي المالينا على بركه الله. نبداو اليوم عرض علينا ليلى دايره لينا غدا ناري شاف ديال الهضره. عيشه وباش سكتي؟ عيشه مولاتنا انا نتوما سمعوا يقولوا لي درتي فيها فرطها. لا لا ما سكتيش، حنا راه انا يلاه كنا مضاربين، يلاه كنا والله الا يلا ضاربنا دابا. قلت لها كنا صورتها يلا سير غادي ندير الزيت هو الاول، زيت الرمية وزيت العود مخلطين ومجلطين هنا غادي ندير هذاك الكاس ديال الماء اللي معاه القزبر مع الزعفران شعره او الضامه ديال الزعفران. انا درت واحد جوج طويمات صغار ديال الزعفران، وانا كنشرب القهوه ماما كتشرب القهوه. غادي ندير السمن، هاد الوصفه بزوينه كديري كلشي في مره واحده، ما يحتاج لا تقلي لا تقيم قابله. بالنسبه لهذه غادي ناخذ هاد القلب اللب اللب وغادي نفرتو بحال هكا زوين. هاد دقان عليا واخا واخا عرفت قهوه باغي القهوه لكن يا واجي نقول لك الغريب مادا خليت والديا وتبعت حماده فرسيا ماشي عندي تعال غادي نجيب عندك تي مالي سوقي. انا فاش بديت غني ندير طيط اش ما يتسمعش
شغلي انا. ماما ناشطه وصافي، الله يخليك ديما ناشطه. امين يا ربي امين. واش غندير لما نضحكوا من الله؟ انا كيف تشوفوا راه كنحيد ليه هذاك اللب ديالو. ايوا ياك، وهادو غادي نخليها حتى هي غادي نرميها معاه. وتحيه لعيشه المزالي. راسني يا قادة على واحدة ونص. كاين شي غرامة في خاطر عيشة المزالي؟ كاين شي غرامة؟ لا والو، تقولي. واه بغيت غرامة انا. وتقولي. لا في يديك. هانتوما كيف تشوفوا، هنقرب ليكم باش تشوفوا مزيان. بالنسبه هذا باقي ما مشاش الاوان. بالنسبه لهاد الثومه غادي ندير لها بحال هكا، غير كنعسها شويه وكنلوحها. غادي نديرين جوج، غير واحد شويه كنعسها بحال هكا باش تعطي غير النسمه ديالها، وكتجي زوينه فاش كطيب، كتجي طيبه مزيان. بدي نتخاطفوا عليها انا وماما. غادي ندير واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الكمون. من الاحسن تسوقيش مع الوالده؟ لا خاص مين جدر الضجيج عاوتاني. اه سكت عزيز، سكت عزيز. سميتي سكت سكت. اجي نشربهم شي. اجي مرحبا. لا 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 ويلي الدار دار. لا لا اجي مرحبا مرحبا. لي كومونتير تي اثروا فيا. صافي تسد القناه. صافي نسبوها. غادي ندير معلقه صغيره ديال الكمون، للاحسن يكون جديد، الا كان جديد كيعطي النكهه زوينه. هذا ديال ماما يلاه مطحون. الملحه ما غاديش نضيفها حتى نشوف، غادي نضيف واحد شويه حتى نشوف حيت الحامض مالح. نضيف واحد شويه كيف كتشوفوا. صافي دابا كلشي درتو، غادي ناخذ الدجاج. صافي هذا هو الماء، جيتو بجوجكم في الدقه. لا نشرب قهوه ونمشي بحال، بغيتي نسجلكم؟ نسجلكم. لا لا خويا قال لك لا. قالوا لك لا ونسكت. قالوا لك ما تبقاش تحضر. عافاك نسجل. قالوا لك بحالك بحال امك. والحاجة اللي تبان مالا حرام. ما اختي ما نضحكوش. نضحكو نشطو. ما ندويوش. دوي وخذ راحتك. شناك؟ ما سكتيش. صافي كيف كتشوفوا كنغلف هذاك، كندهنو كله بهذاك المكونات. وغادي نطيبو. صافي الماء ما غاديش نضيف مازال الماء، هذا الماء راه كافي باش نطيبو فيه الدجاج. وتقدر ترقديها بحال دابا الا بغيتي. اه تجي حسن كاع. درت الحنه نقصات نقصات. لا درت الحنه الاخرى ماشي المقعيش. اه وهادو تما غادي نحطهم معاها. نغسل ايدي ونرجع معاكم. لا فرشيها فرشيها. علاش اجي حامض بزاف. صافي دابا غنسد الكوكوط. ماما صافي هاي مرشني الصفار. اه والعفيره غادي نديرها مهيله. باش نديرها مهيله العافيه، راه واخا هكاك 45 دقيقه تيطيب. دوز 45 دقيقه طلوا عليه. طلع ليها ماما، انا غنمشي نخرج. انا غنشد الامان. لا لا خدا خارج. واخا واخا انا جاي. لا ماشي هي هادياك. تدات ديال هاديك واخا بحال هكا ما كتبغيش. ايوا صافي دابا نخليوها طيب ونرجعو ان شاء الله من بعد ما تدوز واحد 45 دقيقه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما طاب المريقه ديالنا طابت، كيف كتشوفوا راه طلعت الماء. انا خليتها ممكن تخليوها تنشف، انا خليت فيها واحد شويه، حليت عليها لقيتها فيها الماء كثير، خليته درت هكا وخليته هكا كيطيب باش ينشف شويه الماء.
وخليت فيه غير شويه بالنسبه للدراري. صافي ها هو راه طاب مزيان. صافي ها هو راه طاب الدجاج شفتو معايا، درتو حتى يسخن وطوخر خلاش على ماما. واش بغيتي مع المشاهدين؟ قاعد عليهم راه في البال، انا ما كنتش غنخلي تما مطلق. واه شتي بركو بيا. دابا غادي نحط الطبق ديال التقديم. بسم الله دارني جوع سدينا. باتيسري محلا المحلبة سالات. سير اصلا تفرق مع البرد. كيف كتشوفوا معايا هنا راه هذوك الفصوص ديال الثومه هما راه حتى هما دابوا. بالنسبه للحامض غادي غير نحطو هكا باش نضرب انا وماما عليه. لا انا نضرب الحار ما كاينش، ما كاينش كاين حلو بحال هكا تاكلي في الحلو. جدخ اخت جدرت قلنا فوس المغامة نسمى يدوين. ياه 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 وشنو تقلع دابا شي حاجة؟ انت سيري سكتي يا ماما راه كنعرف سيرتي ياه. والو انتوما كيف كتشوفوا المرقة كتجي خاطرة. انتوما ممكن تخليوها تنشف اكثر من هكا، انا خليت شوية على حساب الدراري اللي عنده الدراري على حساب ماما. انا ما قالك ما عرفتش علاه راه باقي فناني كامل علاه تغمد عاود وحده تقبض الزين صح. لما بغات هدي الله تكمل. انت قربتي قربتي هاهي ديك الثومه شفتوها هي هادي راه طابت. وهذا هو الطبق ديالنا كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. عندك كيطيح بحال البارح. لا بلا ما تصوريني. لا ماشي هذاك انت غنصور مريم هذا مولات الكوكوت. كيف كتشوفوا كنتمنى طريقتي في تحضير هذا الدجاج هذا يعجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جديده باذن الله.